تعد منظمة المرأة بالمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى من المنظمات الفاعلة في محافظة المهرة، ولعبت دورا كبيرا في مواجهة التحديات، ونفذت العديد من المشاريع الصحية والتوعوية بعد عام من إشهارها. بمناسبة مرور سنة عن تأسيس منظمة المرأة في المجلس العام والمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، منظمة المرأة نفذت العديد من المشاريع في القطاع الصحي والتربوي والاجتماعي، بعض الندوات في التوعية في المجتمع، وإن شاء الله بإذن الله لنا مشاريع مستمرة في الأيام القادمة بمشاريع هادفة بخصوص هذه الوقت التي تمر فيه محافظة المهرة من الظروف الصعبة. منظمة المرأة بالمجلس العام لعبت دورا كبيرا في العديد من الحملات التوعوية والنزول الميداني والإعلامي وتوزيع مواد طبية وصحية في جميع مديريات المحافظة. عام من الإنجازات والتحركات المكثفة للقيادات النسوية بالمجلس للتوعية بالأخطار التي تحدق بالمحافظة، وكان لها الأثر الكبير في صناعة الرأي العام للوقوف أمام تلك المخططات التي تستهدف المحافظة وإفشالها. نشكر الله سبحانه وتعالى على عبور ما سنة كاملة منذ تأسيس المجلس العام لمحافظتي المهرة وسقطرى، التي الحمد لله التي حققت كثيرا من المشاريع الهادفة التي لها أثر اجتماعي يستفيد منها جميع المواطنين في المهرة في الجوانب الاجتماعية والصحية والسكانية والخدماتية بشكل عام، وكذلك إن شاء الله سيتحقق مجموعة من المشاريع القادمة التي أيضا إن شاء الله ستنفع الإنسان المهري الموجود في المهرة. اليوم بدعم من رئيس المجلس السلطان محمد عبد الله آل عفرار تحتفل دائرة المرأة بالمجلس العام بمرور عام من إشهارها، وتناقش تنفيذ مشاريع جديدة لمساعدة المواطنين من أبناء المهرة والساكنين فيها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها والتدهور الكبير للعملة الوطنية وانقطاع المرتبات وتعدد الأزمات. لبرنامج أسبوع البلد محافظة المهرة.